ومن ترك ركنا غير عرف أصله عرف ده لما قال الحج وعرفة خلى الحج هو عرفة وعرفة هو الحج أفلا إنما الحج له أركان فاني سبت برضو ركن بتقول لي سبت عرفة تحلل بعمر طب سبت ركن غير عرفة لم يحل من إحرامه حتى يأتي به لازم يأتي بهذا المطروق أما عرفة فمؤقت طواف الإفاضة ده ركن اسمه طواف الركن فأنا رحت أجلت طواف الإفاضة شوية لغاية ما بعد منى حصلت ظروف شوف الفرق أهو هنا تركت وهنا تركت في ترك عرفة ملهاش هرجع الزمن إزاي في ترك ركن من الأركان لا أترك تلك الأراضي حتى أفعله ومن ترك واجبا مش ركن يعني كده جامد لزمه الدم يبقى عليه ذبح خروف ويتعدد هذا الدم بتعدد المخالفات ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء